السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين في البيج او نوتيشن. هناخد مثال عملي على حساب البيج او نوتيشن. وليكن مثلا عندي الكلاس ده، وعندي دالة المين، وعندي دالة بتقيس الزمن، بتقيس الزمن بتاع خوارزمية معينة. مثلا هيكون عندي دالة اسمها public static ترجع انت اللي هو الزمن، تقول لي calculate time، تحسب الزمن، وبتاخد مثلا عدد العناصر بتاعت مثلا array معين. ده افتراض من عندي، هتفهم المثال بعد ما نخلصه ان شاء الله. هنعمل for int i equal 0 i اقل من ال n i plus plus. يبقى ال for دي بتمشي من صفر لحد n، وليكن linear search. وهنا مثلا عندي int k equal 0، فهنا دي بتعمل عملية واحدة بس، k plus plus. تمام، عايز احسب الكلام ده او الدالة دي هتاخد قد ايه. فهنا عايز اجيب الزمن الحق اللي هو هيبدأ بيه الكود هنا، فبجيبه system dot get او في current time في get current time او time تقريبا current time mils اللي هو الزمن بالملي ثانية بالملي. تمام، يبقى هنا عندي مثلا هنا int start تمام، هو هنا بيرجع long، يبقى خليها هنا لونج، تبقى لونج هنا. وبعد كده عندي هنا لونج اللي هو فينيش او الانت ايكوال سيستم دوت كارنت تايم ميلز. يبقى عندي برجع الانت ناقص الستارت، يبقى هو ده الزمن فعلا اللي هتاخده. خلاه هنا لونج، الزمن اللي هتاخده فعلا الدالة دي من هنا لحد هنا. طيب لو قلت هنا مثلا جيت تايم او كالكوليت، سوري calculate سوري انا calculate time وليكن مثلا 1000، هيمشي هنا من صفر لألف. يبقى انا عندي انت مثلا انت تايم تايم 1 لونج، عشان هي بترجع طبعا لونج هنا، بترجع لونج يبقى لونج. وعايز احسب الزمن اللي هتاخده فعلا الداله دي، وتايم واحد يساوي تايم 1، رن كده. تايم ايكوال صفر، طيب هنا ايه المشكلة؟ المشكلة هنا
هنا بالملي لازم اقسم على 1000 لانه ملي ثانية. طيب وراني كده، طيب صفر برضك. لونج انت، طيب ممكن اكبر دي شوية، 1000، 10000، 100000 وران. طيب هشوف المشكلة وارجع تاني. طيب المشكلة كانت بسيطة جدا، هنا المشكلة اما بران بيطلع صفر ليه؟ لان الوقت قليل جدا، ده كده بياخد وقت قليل جدا، فانا ده هنا 100000، فممكن لو زودت المليون صفر كمان ياخد فعلا 2 ملي ثانية، 2 ملي ثانية، يبقى الدالة دي بتاخد 2 ملي ثانية. طيب هو الهدف من ده ايه؟ الهدف ان بقول لك مثلا لو ده linear search، ولان ده عدد العناصر، ولان ده عدد العناصر، فلو عندي مليون عنصر، لو عندي مليون عنصر فهياخد مثلا 2. طيب لو هم 10 مليون عنصر هتلاقيهم ياخدوا 11 او 11. يعني هو هنا يمكن عشان الوقت النسبة قليلة جدا فمش جاي بالظبط، المفروض هنا 2، او هو لو هي 2 و5، طيب يعني هو المفروض هنا 22، لان انا زودت هنا 10 لينير بزود هنا 10، بس هي مش بالظبط، يعني لو هنا عملناها دبل او كده هتبقى هنا 1 وكسر. فلو قلنا طبعا مليون او 10 مليون فبتطلع 11 زي ما تشوف، او 13 لو زودنا شوية ضربنا في 10 كمان كنت طلع 130، 120، 112 في الحدود دي، يعني 112 او حاجة تانية، 109. فانت بتضرب دايما لو زودت كمان 10، دي كانت 109 تبقى 1000 وشوية او حاجة قريبة من كده، 1200، فالعملية بتزيد لينير. فالهدف ان التجربة دي مش اللي انا اقول لك مثلا اللينير سيرش بياخد مثلا ثانيتين او كده او 2 ملي ثانية اما يبقى مليون عنصر، لا مش الهدف مش كده. الهدف ان اقول لك اما يزيد عدد الانبوتس، الانبوتس لما تزيد فالزيادة بتاعت الوقت بتبقى عاملة ازاي، زيادة الوقت عاملة ازاي. فهو ده باختصار الاوردر اوف ان، اما زود الان هنا التايم هيبقى عامل ازاي، هيزيد قد ايه. فبالاوردر اوف ان او دالة الاوردر اوف ان دي انا بتوقع الزيادة اللي عندي، بتوقع الزيادة. اما ازود المدخلات الانبوت الكود هياخد وقت قد ايه، مش بقيس بالظبط الوقت، ما بقيس مثلا الكود هياخد واتيفر مثلا 5 دقايق، لا ما بقيس كده، بقيس اما المدخلات تزيد بتوقع التايم هيبقى عامل ازاي. ده باختصار مثال عملي على البيج اون نوتيشن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.